عسلامة، مرحبا بيكم في كوجينة هنداتي من مدينة بنزرت. أنا اليوم باش نطيب حلالة مفورة بالحم العلوش. في العادة أنا كنطيب الحلالة من طيبها ديالي، أنا اليوم باش نطيب الحلالة من بتاع السوق. باش نطيب رطال الحلالة وهذا مع تريفات الحم العلوش، وهذا يا لفاح اللي باش نفوح بيه الفطور بتاع اليوم. حضرت شوية هريسة، كركم، ملح، فلفل أكحل، فلفل أكحل مفوحة فيها خليط متاع فيح، عنا كمون، الحم العلوش اللي راني كي نفوحو نحطو شوية كمون مش برشا، وهذا يا سمن وقت نجي نسقيها الحليلة باش نفرطها بشوية سمن. وحضرت شوية بصل، هذا يا بصل أخضر قصيتو جويد باش نحطو في التقلية. عنا مغرفة طماطم، حمص منفخ، زيت زيتونة، وباش نحط فيها شوية خضرة. حضرت قطة خرشف، شوية سفناريا، بصل كعب، وجرينات فلفل أخضر. توا باش نبدا الساعة نفوح الكتريفات متاع اللحم. ناخذ المحفول، نحط شوية ملح، شوية كركم، شوية فلفل أكحل. الفلفل الأكحل هذه المفوحة فيها القبيبة، فيها شوش الورد، وفيها قشور البرقدين. بالنسبة للكمون شوية، راه مش برشا هكايا. وباش نحط شوية هريسة، اللي يحب الحار ينجم يحط حتى أكثر الهريسة. نحط شوية ماء باش نحلك الهريسة ونخلط. نحط مغرفة طماطم، نحطو هكايا طماطم معجونة مغرفة. عندي حمص منفخ، باش نحط البصل، هذايا البصل قصيتو جويد باش نحطو في التقلية. نحط زيت زيتونة مقدار نتاع 80 مليلتر زيت. ونخلط. وبعد ما خلطتو توا نخليهم كتريفات نتاع اللحم 20 دقيقة يشربوا الملح واللفاح ما بيننا قشرتك الخرشف والسفناريا. الخضرة هاني قشرتها وقصيتها، هذه يا الخرشف قشرته وحطيت له القارس باش ما يكحلش، وهذه يا السفناريا هذوكم تعطينا بصل. وتوا هاني باش نركب الفطور ونحطو يطيب. التريفات نتاع اللحم نقليوهم على نار واطية. التريفات نتاع اللحم تقليو، قليتهم على نار واطية. وتوا هني باش نمرق. ونغطيه المقفول ونخليها الصلصة حتى تغلي، وبعد نرمي الخرشف. الصلصة غليت، توا باش نرمي الخرشف. اللحم والخرشف طابوا نص طياب. توا باش نحط الحلالة متقوى. الحلالة باش نصب لها شوية زيت، نخلط. توا باش نرمي السفناريا ولا بصل. نحرك، وكان ناقصة مرق نزيدوها شوية ماء. أنا باش نزيدها شوية ماء. وتوا نستناو هالصلصة حتى تغلي ونحطو الحليلة ما تفور.
الصلصه كعيب توا باش نحط الحليله متفور باش نخليها تفور 20 دقيقه. الحليله متفور عندها 20 دقيقه توا باش نفور هكا الجرينات نتاع الفلفل. حطيت ملح وفلفل اكحل نخلطوهم هكايا وتوا ناخذ بالجرين فلفل نشقه هكايا شويه ونحط في وسطه هكا الخليط نتاع الملح والفلفل الاكحل. توا باش نرمي الفلفل باش نصب مقدار نتاع مغرفتين زيت زيتونه. انا ديما كالعاده نصبهم في الاخر. شعلت الفرن حطيته يسخن. الفلفل طاب وهاني توا باش نسقيها الحليله. نحط شويه فلفل اكحل نحط شويه سمن باختياري. راهو السمن اللي يحب يحط يحط واللي يحب ما يحطش ينجم راهو السمن يستغنى عليه. ونخلط وتوا باش نعومها بالمرقه. وبعد ما نعوموها بالصلصه نحطوها تتجمر في فرن سخون. هذه هي الخضره اللي طيبتها في الحليله. هاني توا طلعتها وحطيتها في الصحين والحليله متجمرت وهاني توا باش نخرجها من الفور. الحليله مطابت وهاني توا خرجتها من الفور خليتها حتى تجمرت وراني ما حركتهاش وهاني توا باش نحركها. هاني كمان خلطتها شوفوا كيفاش جات كعبه كعبه. راني ذقتها راهي جات بنينه بنينه برشا. واذا كان ما عندناش الطنجره الفخار نجمو راهو نسقيوها في طبق اللي يدخل للفور. وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. بسلامه وشهيه طيبه وما تنساوش الاشتراك بالقناه. يوصلكم جديد الفيديوهات واحلى واشهى الاطباق التونسيه.